قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. صدق الله العظيم. دكتور النجار، الكلمات والمفردات في هذه الآية القرآنية الكريمة من سورة يوسف واضحة ومعروفة ومفهومة. يعني قال ربنا تبارك وتعالى قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فإذا تزرعون وما تحصدونه ابقوه في سنابله. فما هي الدلالة العلمية؟ يعني ماذا تريد أن تقول عندما تقول بأن في هذه الآية ملمح إعجازي؟ أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وتحياتكم يا أخي الكريم، وتحيات كافة مشاهديكم الكرام بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبعد، فكلنا يعرف قصة سيدنا يوسف بتفاصيلها، ويعرف الرؤيا التي رآها الملك، أنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وطلب تفسير هذه الرؤيا، فتذكر أحد العمال عنده وكان مسجونا مع سيدنا يوسف عليه السلام، تذكر أن يوسف عليه السلام قد أعطاه الله تعالى القدرة على تأويل الأحاديث. فذهب الرؤى تأويل الرؤى. القرآن يقول نعلمه من تأويل الأحاديث. فذهب إليه وسأله، فقال له يعني تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. معنى هذا الكلام أنه سيمر عليهم 7 سنين يعني جيدة، ثم يأتي 7 سنين من الجفاف الكامل. فإن لم يخزنوا لهذه الفترة، فترة الجفاف، من محاصيلهم سيموتون جوعا. فأوصاهم بأن يخزنوا ما يفيض عن حاجتهم في سنابله. وقال بعد ذلك يأتي عام، يعني تأتي الأمطار والوفرة الماء، فيعصر الناس ويسعدون بالنباتات وازدهارها من جديد. الومضة الإعجازية هنا فذروه في سنبله. لماذا أوصى ربنا تبارك وتعالى عبده يوسف عليه السلام أن يوصي قومه، قوم مصر، أن يذروا المحاصيل التي يجمعونها والتي تفيض عن حاجتهم في سنابلها، في سنابلها من دون أن يعني أن تفرط وتخزن أو تطحن وتخزن كدقيق. وإلا قليلا مما تأكلون، ما تحتاجون إليه كلوه، افرطوه وطحنوه. العجيب أن العلم الآن يؤكد لنا على أن حبة القمح مثلا، لأن السنابل من الحبة المتراكب الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، سنبلة حبة القمح يمثل الجنين فيها 2% تقريبا، حوالي 2% من كتلة الحبة. وغذاء الجنين الذي وضعه له ربنا تبارك وتعالى حوله حوالي 88% من كتلة الحبة. فهذه 90% يبقى 10%. ال10% 8% يعني الغلاف الحبة نفسه، و2% ماء. وسبحان الله، هذا الغلاف محكم للغاية، ولكن الجنين مكون من مواد غنية بالمركبات الكيميائية المختلفة، ولذلك ينصح أحيانا بالعلاج بجنين حبة الذرة مثلا أو جنين حبة القمح، لأنه مليء بالكربوهيدرات ومعه نسبة عالية من الدهون، يعني 2.5% دهون. وما هو المقصود بالجنين؟ يعني الذي ينبت هو البذرة، يعني سر الحياة. لا، البذرة تحوي الجنين، ومن حول الجنين غذاء الجنين، ثم غلاف البذرة، وهي حبة القمح. حبة القمح، فالجنين هو القيمة العليا فيها، لأنه هو الذي يتحرك بمشيئة الله سبحانه وتعالى فيعطي هذه النبتة. فإذا طحن القمح
لابد أن يفصل عنه الدهن، وإلا يفسد بعد فترة قليلة. يفصل عنه الدهن. نعم. حين ندخل القمح في نسبة من الدهون. نعم. لابد أن تفصل من القمح، وإلا يفسد بعد فترة، تصبح له رائحة سيئة، ويعني يدخله من المركبات ما يضر جسم الإنسان. فكيف يغسل القمح؟ العادة الآن أنهم يفرطون القمح ويخزنونه في صوامع، ما تسمى صوامع الغلال، ويعتبرون هذا يعني اكتشاف علمي عظيم أنه يخزن القمح في صوامع الغلال. طب رب العالمين يقول سيدنا يوسف عليه السلام فذروه في سنبله. العلم الآن يؤكد لنا على أن الله سبحانه وتعالى قد حمى كل حبة من حبات الثمار المتراكبة كالقمح والشعير والذرة والأرز والشوفان، حماها حماية عجيبة، يعني عدة أغلفة محكمة الإغلاق، وعدة أشواك أيضا، وعدة يعني شعيرات دقيقة تحمي هذه الحبة من البكتيريا، من الفيروسات، من الرطوبة الجوية، من التعفن، من الفطريات، تحمي الحبة حماية كاملة. فإذا انفرطت الحبة أصبحت عرضة للفساد، خاصة إذا علمنا أن بداخلها نسبة من الدهون، وهذه الدهون تفسد بسرعة شديدة إذا تعرضت لشيء من الجو. فقال ربنا تبارك وتعالى سيدنا يوسف فذروه في سنبله. يعني طريقة التخزين المثلى هو أن يبقى في سنبله. يبقى هل كان ذلك بالماضي؟ يعني هل توارث الناس هذا الأمر؟ بدون شك، يعني بعد تجربة سيدنا يوسف عليه السلام تعلم الناس. نعم. لكن للأسف الشديد في زمن الحاضر أقصد. نعم. لا، في الحضارة المعاصرة يعني يعتبروا صوامع الغلال يعني اختراع بشري مهم، أن يخزن الغلال في صامعه بدعوى أن السنابل تأخذ حيز، وهو يريد أن يخزن في الصامعة أكبر قدر ممكن من القمح، فلابد أن يفرطه. ولا يدري هؤلاء الناس أن فرط الحب قد يؤدي إلى إفساده إفسادا عظيما. ويعني ماذا نأكل الآن؟ نعم. نأكل الخبز وهو من القمح، و يعني المشكلة أن تقول بأنه يفرز أو يتحول إلى مواد ضارة سامة. نعم. مسرطنة. نعم نعم نعم. يعني الحقيقة هذه الومضة فيها إشارة للمسلمين ألا يعتمدوا في غذائهم على غيرهم، أن اليد التي تمتد لطلب الغذاء من شخص أجنبي يعني لا تستحق أن تعيش. يجب أن يقوم المسلمون بزراعة ما يحتاجونه حتى يأكلوا الثمار وهي طازجة، وهي بعافيتها، وهي في صحتها، لم تفسد بعد. نستورد القمح يعني هذا خطأ كبير، في يعني غالب هذا خطأ كبير حقيقة. يعني يجب أن يزرع القمح يعني مهما كلف. وسبحان الله، يعني الجو قد يتغير بانتشار الزراعة، يعني إحدى وسائل تحسين المناخات في المناطق المختلفة نشر الزراعة، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يرحم هذا النبات فيرسل له المطر، وقد يرزق الناس بفضل نبتة نابتة حولهم حقيقة، أو حيوان عايش في وسطهم. يعني البهائم قد ترزق البهائم، والناس قد يكونوا عصاة فرزقهم الله بالمطر رزقا للبهائم ورزقا للنبت الموجود حولهم. ولك أقول علينا أن نهتم بألا نأكل من غير إنتاجنا، لأن هذا قد يعرضنا إلى أمراض وإلى ابتلاءات كثيرة نتيجة لخزن هذه المحاصيل لفترات زمنية طويلة، يعني مما يؤدي إلى امتلائها بأسباب أمراض كثيرة عديدة منها سرطانات كما تفضلتم. يعني قول الباري عز وجل قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. نعم. في ودأبا يعني متواليات. متواليات يعني. نعم. نعم. نتابع الحديث عن هذا عن هذه الآية القرآنية الكريمة وملمح الإعجاز العلمي فيها، ولكن بعد توقف قصير مع الإعلان. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، هناك المزيد من استشراف ملامح الإعجاز العلمي في هذه الآية القرآنية.